أعزائي المشاهدين، رحب بكم مجدداً في المجلة اليهودية. عيد الأنوار أو الخانوكا، أكيد نحن سمعنا بطريقة من الطرق عن عيد الأنوار أو الخانوكا، لأنه ربما أحد أبرز الأعياد الموجودة اليوم في اليهودية. ما هو عيد الخانوكا وكيف بدأ وكيف بيتم الاحتفال فيه؟ حلقة اليوم رح تكون عن هذا الموضوع. رح أتحدث عن عيد الخانوكا، وهو عيد يأتي في الشتاء في فترة الانقلاب الشتوي، عندما يكون النهار قصير والليل طويل، بمعنى عندما يطول الليل يكون أطول يوم من أيام السنة. وهذا العيد بالمناسبة ليس مذكورا في العهد القديم أو التناخ. متى يبتدأ العيد الخانوكا؟ يبتدأ العيد الخانوكا في التقويم اليهودي في الشهر كسليف، 25 من شهر كسليف، هو تقريباً بيكون في شهر أيلول أو ديسمبر. وبما أن الشهر اليهودي شهر قمري، ف25 كسليف إذن بيكون عشية الهلال، بيكون إذن أكثر يوم ظلمة في هذا الشهر. فإذن عشية العيد يبتدأ في أكثر يوم ظلمة في الشهر، وربما لهذا السبب عندما نقول عيد الأنوار، لأنه يبتدأ مع إشعال الشموع ويبتدأ مع بداية شهر الهلال. مدة العيد، كم يحتفل بالعيد؟ يحتفل بالعيد 8 أيام ابتداء من 25 من شهر كسليف، شهر التاسع، ويتم الانتهاء منه في الشهر اللي بعده، شهر تبت. في الحقيقة هذا العيد يتميز بأنه عيد فرح، هو تستمر الحياة، الناس لا تعطل، تبقى في أعمالها ولكن تحتفل. الهدف من هذا العيد أن الناس تحتفل وتستمتع بكل الطقوس الموجودة في هذا العيد. ولكن للعيد كيف نشأ؟ قلنا أن العيد ليس مذكورا وليس وصية موجودة في التوراة، إذن من أين أتى العيد؟ للعيد قصة مرتبطة بالتاريخ اليهودي وحدث هام من أحداث التاريخ اليهودي، وربما نقول أني فعلا أحد الأحداث الكبرى في التاريخ اليهودي. في القرن الثاني قبل الميلاد أو سنة 167 قبل الميلاد، تشكل هون عنا ثورة في العالم اليهودي، كانت الثورة معروفة باسم ثورة المكابيين. فكانت المناطق الشرق فلسطين وسوريا، الشرق الأدنى آنذاك، كان واقع تحت الحكم السلوقي، وكان عندهم سياسة فرض الثقافة الإغريقية على المجتمع أو الثقافة الهيلينية على الناس، وبالنتيجة كان عندهم سعي للسيطرة الثقافية على الفكر اليهودي وعلى اليهود. فإذن كانوا اليهود يشعرون بامتعاض، أنهم ما كانوا مستعدين للقبول، ووصل ذروة الاستبداد السلوقي في عهد أنطيخوس الرابع. فإذا كان استبداد، تقول الأخبار أني حتى أصدر قرار بمنع الطقوس مختلفة من ضمنها طقس الختان، بمعنى أصدر أنطيخوس الرابع قرار بأنه لا يسمح حتى بممارسة بعض الأساسيات في اليهودية، وهو طقس الختان. فهذا الوضع شكل يعني غضب شعبي، وتحول هذا الغضب إلى ثورة عارمة جدا استمرت 3 سنوات. قاد الثورة شخص من الأسرة المكابية اسمه يهوذا المكابي، وهي الأسرة المكابية والأسرة الحشمونية، ونجح الثوار سنة 165 في تحرير أورشليم وتحرير الهيكل، وكان فرح كبير. تم إذن تحرير الهيكل من وجهة نظر اليهود من دنس المحتلين وتخليصهم من الرتشل الوثنية. فاتخذوا قرار طبيعي أن التحرير، أن عملية تطهير وإعادة تدشينه ليستأنفوا مجددا الشعائر الدينية. وهنا تبتدأ قصة الخانوكا. تقول أن القصة على الشكل التالي، أن جماعة هؤلاء الناس عندما انتقلوا إلى تدشين الهيكل وإشعال الشموع أو إشعال المينورة،
فكان تعرضوا لمشكلة أن لا يوجد زيت كافي، وحدثت معجزة الزيت. معجزة الزيت، ما هي معجزة الزيت؟ ترتبط القصة معجزة الزيت بأسطورة موجودة في التلمود. تقول الأسطورة أنه لدى تحرير المكابين للهيكل وأرادوا إشعال الشمعدان السباعي المينورة في الهيكل، لم يجدوا إلا قارورة زيت واحدة طاهرة، وكانت تكفي ليوم واحد فقط، ولكنها بمعجزة كفت لمدة 8 أيام. كيف إذن تطور فيما بعد النظرة لعيد الخانوكا؟ أخذ الفكر اليهودي هذا العيد وصار ينظر له حسب الظروف، بمعنى قال إن عيد هذا العيد الخانوكا هو انتصار أقلية ضد جماعة كبيرة، ضد جمع معادي كبير، ولدينا أيضا معجزة الزيت. فصار هذا العيد الناس تستلهم منه عبر القرون هذه المناسبة أو هذه الذكرى، تستلهم منه مسائل تخص بواقع. في كل مرحلة كان الناس تركز على مرحلة دون أخرى. مثلا في القرون الوسطى، ولما الناس كانت تشعر في اضطهاد بسبب موضوع الحروب الصليبية، استلهمت الناس قضية ثورة المكابيين لتشجع اليهود على الحفاظ على تمسكهم بدينهم في الظروف الصعبة. واليوم في القرن 20 مع تأسيس دولة إسرائيل، بعض اليهود قالوا بأني استلهموا كمان موضوع وجود إسرائيل، وقالوا أني الإسرائيل الحالية هي نموذج للمكابيين الذين يناضلون ضد جماعة كبيرة متحدة لهم. ففي كل مرحلة تاريخية كان الناس تأخذ جزء من العيد وتحاول تسلط عليه الضوء. مناسبة أخرى، كيف تطور عيد الأنوار وعيد الميلاد؟ في الحقيقة رغم أن عيد الأنوار من الأعياد الصغيرة أو الغير الصغرى في التقويم اليهودي ولم تكن لها هذه الأهمية الكبيرة، ولكن في القرن 19، يعني أقل من حوالي 100-120 سنة، ابتدأ العيد الخانوكا يأخذ أهمية كبيرة. كيف يأخذ أهمية كبيرة؟ في القرن 19 بدت ظاهرة في أمريكا هامة أن الناس في عيد الميلاد في أمريكا صارت تهتم بالاحتفالات أكثر وتتبادل الهدايا أكثر. فطلعت ظاهرة شائعة في أمريكا الشمالية في القرن 19 بأن يحتفلوا بعيد الميلاد ويحتفلوا بتبادل الهدايا. فاليهود اللي كانوا موجودين وجدوا أن هذا عيد جميل في عيد الميلاد، فدعونا نأخذ من شيء منه. فتأثرا بعيد الميلاد أخذوا هذا الموضوع وحاولوا يأخذوا كمان للثقافة اليهودية، وصاروا يقدموا كمان هدايا للأطفال في هذا العيد، وصاروا يقدموا لها مبالغ صغيرة تسمى يعني نقود أو مصاريف الخانوكا، وهي بالإنجليزي خانوكا جلد، هي كلمة من أصل ألماني. فإذا تأثرا بالعادات اللي موجودة في أمريكا باحتفال عيد الميلاد، تطور عند اليهود موضوع الاحتفال بهذا العيد. كيف بيتم الاحتفال بالعيد؟ يتم الاحتفال على شكل بسيط في الحقيقة، يعني في كل يوم بعد غروب الشمس بيتم إشعال شمعة واحدة من هذا الشمعدان على مدار 7-8 أيام. بيتم كل يوم إشعال شمعة، وفي هذا الطقس في عنا شمعدان خاص يسمى حانوكايا. هذا الشمعدان الخاص هو مؤلف من 9 فتائل، 8 أيام لخاص لكل يوم في الاحتفال، والرقم 9 هو شمعة إضافية في المينورة، هي مساعدة تستعمل لإشعال الشموع الأخرى. فكرة الاحتفال بسيطة، أن البعض بيضعوا الشمعدان أو المينورة عيد الأنوار على النافذة لإظهار أن هذا يوم ابتهاج ويوم بهيج، وآخرين بيقدموا هذا الموضوع داخل المائدة على المائدة في البيت. وأشكال الاحتفال على الشكل التالي كما بتكون، البعض كل يوم بالدور، أفراد الأسرة كل يوم تشعل شمعة واحدة، وأحياناً بعض الأسر لكل فرد من أفراد الأسرة لديه شمعدان خاص كل يوم بيشعل هو بشكل مستقل. ويوجد طبعاً في نهاية فترة الاحتفال بيتم اجتماع الأسرة وتناول الطعام وفتح الهدايا، وبيلعبوا لعبة من ألعاب الخانوكا، والتقاليد مختلفة بطريقة إشعال الشموع طبعاً كما قلنا، والألعاب.
أشهر يعني أشهر لعبة موجودة في لعبة في هذه الفترة، لعبة يسمى الدريدل، وهي لعبة معينة قريبة من ما يسمى في مصر البلبل أو بسوريا الصياح. وفي العيد في الأشياء التي تقدم في العيد أشياء مرتبطة، بما أنه هو عيد مرتبط في الزيت، فالأطعمة المقلية بالزيت هو الأطعمة الرئيسية أو تقدم في فترة العيد. بالنسبة لليهود الأشكناز بيخدموا البطاطا المقلية، بينما السفارديين بيركزوا على نوع من الكعك المحلى. فإذا مثل ما نحن لاحظنا في حلقة اليوم، هذا عيد ربما لم يكن عيدا كبيرا في البدايات، ولكن اكتسب هو عيد لأنه غير كتابي، ولكن هو عيد نتيجة حدث تاريخي متصل بثورة المكابين 665 قبل الميلاد. ولكن بما أن هذا العيد كان له بعد سياسي، اليهود أحيانا في ظروف معينة كانوا بيرجعوا لهذه الذكرى ويستلهموا منها أفكار. في العصر الحديث تطور هذا العيد، وتأثرا بأعياد الميلاد في أمريكا الشمالية أيضا أخذ بالنسبة لليهود أبعاد، فصار عيد يتم فيه تبادل هدايا وتقديم هدايا للأطفال وتقديم نقود أحيانا للأطفال. يمكن يكون هو عيد له أحيانا بعد بهيج وروحي، وبالنسبة أهم شيء هو يسمى عيد الأنوار، لأنه برأيهم إخراج الشخص من ظلمة الاستبداد إلى نور الحرية. فحلقة اليوم انتهت مع هذا العيد مع عيد الأنوار، ونتمنى في لقاء معكم قريب كمان في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لحسن المتابعة.